أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد حيدر من حفاظ مدينة بنغازي على يد الشيخ الفاضل آدم الحسناوي أحد طلبة الشيخ معتوق العماري وبرعاية الشيخ الفاضل الشيخ محمد سليمان بوشعالة. طبعا اليوم الحمد لله لي في مسجد الزبري في مانشستر حوالي ما بدأت في 2005 في شهر 8 2005 بدأت الحلقة بحلقة التحفيظ بحوالي 6 أو 7 طلبة والحمد لله شوية شوية الحلقة تم تزيد وتم في قبول من الطلبة الباكستاني والصوماليين والطلبة الليبيين. في الحلقة هذه طبعا يصير في انقطاعات الطلبة بسبب المسألة الإنجليزية، تم الحمد لله حفظ اللي اختموا علي تقريبا 3 أو 4 طلبة. اليوم كرمنا، أما حفلة اليوم فكان تكريم أحد الطلبة الصوماليين حفظ القرآن كامل، وأحد طلبة الباكستان ختم نصف القرآن، وأربع طلبة ختموا ربع القرآن، 2 مصريين وواحد ليبي وولد باكستاني، وفي طالب يمني ختم 5 أجزاء من القرآن، وفي طالب باكستاني ختم 3 أجزاء من القرآن، وفي طالب باكستاني ختم جزء عام. أدعو الله أن يتقبل منا. أيها الأحبة، إذا كنا نؤمن ونوقن أن النجاة في هذه الدنيا والفوز في الآخرة بفضل الله تبارك وتعالى، إنما هو أن نتمسك بحبل الله المتين، وأن نتمسك بحبل الله المتين ظاهره وباطنه إنما هو التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة سيبقى فيها الخير ما دام فيها هذا التمسك موجودا. وظاهر هذا التمسك أيها الإخوة أن يرث هذا القرآن الذي أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام جيل بعد جيل. وما نشهده اليوم حفظ بعض أبنائنا لآيات من كتاب الله، بل بعض الأبناء وصل إلى ختم القرآن الكريم. وأقول حق لنا في هذا المسجد القائمين عليه والقائمين على المدرسة القرآنية فيه أن يسعدوا، بل والمترددين عليه أن يسعدوا أن خرج من هذا المسجد من أتم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود هذه المدرسة ولينمي هذه الجهود وليجعل يومها خير من أمسها وليجعل غدها هو خير من يومه. نسأل الله أن يبارك لهؤلاء الأبناء والبنات أعين آبائهم وأمهاتهم وحفظهم في كتاب الله تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جزاكم الله خير. وتقدم باسم إخواني الشكر لإخوان المشايخ الذين أشرفوا على هذا القدر الطيب المبارك من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، كذلك أخواننا المدرسات التي تبذل جهد كبير برعاية الأبناء والبنات. جزاكم الله خير جميعا، جعل الله أيام هذا المسجد كلها أيام خير وبركة وفرح وسرور. السلام عليكم ورحمة الله. الله يسلم Thank you.
second one is Yusuf. They see a shot. The middle falls of the Quran. MashaAllah. Rub al Quran. Hafiz al Quran. Now, this then the quarter. We have four. The first one, Saleh Badi, who made five juz. You know that he's from Eccles because of me. You know the whole thing. That's not Eccles, that is Yemen. Salah al-Baqarah, made 5 juzu. Ibrahim Ahmed did 4 juzu. Ibrahim is his mother was born brilliant in the teaching the mosque. Ibrahim Ahmed 4 juzu. And then we have Zaid Mas'ud, made 3 juzu. And then we have Uthman Yahyat, who did the last Sabah, the last Juz of the Quran, Uthman Yahyat. And we have the little one, Abdul Rahman Abdul Qadir Al Ashaq. You ready? Rahman is 5 years old. She's one of the